انا في هذه المناسبه هذه، لان ملي كنجيو كنعاودوا على بعض الحوايج اللي وقعوا ما بيني وبين عبد القادر المطاع، واللي لانه كصديق وكأب روحي ليا، لانه شارك معايا في عده اعمال. وفي نفس الوقت بغيت نقرر لكم بواحد الحاجه ما في خبر حتى شي واحد، ولكن لم مشات تخرجت منا غنعرفوا عتيق هو اللي قالها. انني هذه واحد الشهر فقت من النعاس لقيت راسي وليت كلب، وماشي حتى شي كلب زوين، مقرد كلب بالقراد وكنحك والبرغوت. انا نسحب راسي كنحلم، بغيت نقرص راسي، عضيت راسي، ومع الدار مفيلين عليا من بكري دايرين ليا براكه في السطح، بديت كنغوت وكنبح. الدار سمعوا الصداع طلعوا كيجري، واللي هز عصا اللي هز طالون كيضربوا فيا، وانا كنغوت كنقول لهم رانا ولدكم سعيد الناصر، انا ما عطاش وقع عليا معنا، كنبح وما كيضربوا كيغوتوا ما تفهمناش. خرجت للزنقه كنجري، لقيت ولاد الدرب اللي شاد جوال اللي مريح في راس الدرب مع الدم ما يدار، كيتسنوا عا شي فاري خرج شي طوبات خرج يتيريو فيها. حنا كنتعلموا كره في هادشي. انا شتعيت كليت العصاب، مشيت كنجري ما عرفت فين نمشي، بانت ليا واحد الاداره قصتها، بغيت نطلع لديك الاداره وانا نلقى واحد الحمار واقف قدام الباب، معاه هو حمار وانا كلب ما تفهمناش. قلت ليه هب 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 هب، قلت ليه هب 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 هب، بغيت نطلع ويقول لي شت صف مع خوتك. قلت ليه هب هب هب، بغيت نطلع قال لي شت صف مع خوتك، وين يرفيني وانا نخرج النياب وهرننت، هو يدير لي انا نوصيكم تمشيو لشي اداره وتلقاو شي حمار قدام الباب هرنوا راسا ماغش. طلعت كنجري، طلعت كنجري وانا نلقى عرام ديال الحيوانات مجموعين على واحد الطبيب زوين وغزال كيشبه لتوفيق هكا تبارك الله زويون. قال لي ما تخافش يا ولدي ما تخافش، هضر معايا بتكلباويت. قال لي ما تخافش، هذا راه مرض كيتفشى في البلاد عندنا، شتي هاد الحيوانات اللي قدامي كلهم راه كانوا بشر، ولكن للاسف فقدوا اخلاقهم، فقدوا انسانيات ديالهم، وكل واحد فاق القرص ولا حيوان. قال لي شتي شتي هذيك النفعه اللي ليه، هذيك راه كانت سكرتيرة في واحد الشركه عطيها على التخلويط، شحال من مدير فرقاته مع مراته، فقت لقات راسها نفعه. قال لي وشتي داك التعلب ودي في اللور، هذو قال لي راه كانوا في البرلمان عطاوها التخلويط والبيع والشراء ولاو تعلب وديب. قال لي وشتي داك الحمار اللي في الباب، هذاك راه كان مسؤول كبير، نهارنا القضيه ديال 20 فبراير بالحق هذاك ما خسر والو، كان حمار بقى حمار. ولكن انا كنت فنان، انا كنت فنان وصبحت كلب. قال لي فنان ولكن ما احترمتي شيء الفن ديالك، ما احترمتيش الجمهور ديالك، وليتي كدوز التلفزيون وتقول لي بغيتي، كتكرفس على الناس وهما تيصفقوا عليك وتيرحبوا بك وكتدخل ديورهم وكيمشيو يخسروا الفلوس باش يشوفوك المسرح، كدير داكشي خايب ما بقوش كيحترموك، ها انت وليتي كلب. قلت له كيفاش غادي ندير ترجع بنادم؟ قال لي غادي تعيش كلب واحد الونده ومن بعد غادي تصلح راسك وترجع انسان وغادي تولي بنادم كيما كنتي ملي تحترم جمهورك. قلت له صافي، ولكن كي غندير وانا في مشيت كيضربوني؟ قال لي ما تخافش، حنا غادي نعطيك واحد الكلب يدوز لك 16 في تكلباويت. هما يعيطوا له واحد الكلب جا من اسبانيا، كلب زوين وزعر وعيني زرقين جاي من الصبليون. قال لي هو اللي غيدوز لك 16. قلت لي بغيت غير نفهم، واش دابا دخلنا عليكم بالله حنايا ملي كنكونوا بنادم كتجيبوا لنا واحد من الخارج يدوز لنا 16، ودابا احنا كلاب تجيب لي كلب من الخارج؟ شوف شي كلب من هاد ولاد الكلاب اللي عندنا، راه عندنا شي كلاب مزيانين هنا يدوزوا لنا. قال لي بركه ما تهضر في السياسه ولا راه غادي تجي لاراف ديال الكلاب. ما عاودتاش معاه، هو يخرج داك الكلب. قال لي يلا سي الناصري، انا راه كلب صبليوني وعندي واحد النبحه بحال البحه ديال نعيمه سميح، ملي كيدير هابا هابا، اما خوك ملي كينبح بحال شداني العوايه كاع الناس كيسيقوا الخبار. قال لي يلاه معايا غادي نمشيو لواحد البلاصه عند واحد الكلب ديال واحد الحفله كبيره، غادي تمشي معايا تميت غادي معاه. تصوروا الكلب مربي مدريسي مربي، وصلنا للضوء الاحمر، الضوء الاخضر شعل، الناس كتقطع، انا بغيت نقطع. قال لي رجع احترم راسك راك كلب، خلي بنادم اللي بغى يقطع يقطع، حنا خصنا نوقفوا حتى يشعل الضوء الاحمر عاد نقطعوا. تصوروا كلب صاحبي وبنادم غادي قاطع. وصلنا لواحد الفيلا قداشنا هي قصر قداشنا هو. قال لي هذا راه هو القصر ديال الكلب اللي داير عيد الميلاد ديالو، وراه عارض على الكلاب ديال العالم كله. ايوا وقفنا وشويه هو بان لي واحد بنادم مربوط قدام الباب ديال ديك الفيلا. قلت له اش كيدير؟ قال لي هو اللي حاضي الفيلا ديال الكلب. قلت له هذه راه فكرني في واحد الفيلم سميتو لا بلانيت دي سانج، مني ولي سانج. قال لي هذيك لا فيكسيون، هذه لا رياليتي. وبداو كيوقفوا لي ليموزين ولي مرسيدس قداشنا هما والكلاب جايين وصايقين بهم الثياب، وتيبان لك الكلب نازل وكل كلب معاه كلبه، وداخلين مجتمع كلباوي محترم. دخلوا تما داخلين هما يحبسوني واحد جوج ديال الكلاب وديهم مقلشين. قال لي اجي عندك الوراق. قلت لهم هنا وراق. قال لي جالب. قلت لهم ما جلبت مني كتب نادم، ودابا نجلب انا اللي كلب. قال لي شويه ويجي الكلب الصبليوني ويقول لي راه معايا وهو يضمنني. قال لي هذا راه شيان بوليسي راه هذا الكونترول. جبت الوراق ديالو. تصوروا كلب في الصبليون عنده الوراق، وخوتنا حنا مساكن في الصبليون كاع ما عندهم الوراق، ما فهمتش انا هذا القضيه.
دخلنا وحنا لقاو واحد الكلب ولد الحرام عنده واحد الكريشه وشاد السيجار ومدور به الكلاب وناشط واللي بديت كانيش حدا واحد الكانيشه تمت جي عندي شمت ريحتي ما حملاتنيش حسيت براسي محقور دوبلومون محقور وانا كلب وكلب محقور شويه هما يحطوا الماكله دابحين بنادم وداك بنادم فيه البرص وبين مقرد لان بانوا لي رجليه واكلهم العصا شويه حطوا داك الشيء وبداو قالت لي واحد الكليبه كول قلت لها اخوك باقي جديد في داك الباويت ما قالتش ناكل لحم بنادم بدينا كنهضروا شويه والكلاب محترمين كيهضروا مع بعضياتهم هذاك يهضر شويه الاخر كيهرنن شويه الاخر كينبح شويه محترمين لا ديسكوسيون لا كومونيكاسيون داكشي غادي مزيان شويه هما يبداو كيغوتوا قلت لهم ياك لاباس اش واقع ياك ما لارف ديال الكلاب جات قال لي لا لا هذا كلاب بريفي ما يدخلش لي لارف قلت له ولكن علاش كتغوتوا قال لي هذاك بنادم اللي مربوط في الباب قطع السلسله وجا خول اللحمه وهرب قلت له وشنو فيها انا مني كنت بنادم الكلب كان كيخول اللحمه ما كنديروش هذه الحاله قال لي لا حنا ما همناش انه يخول اللحمه ولكن هو بنادم وجا خول اللحمه ديال بنادم بغى ياكلها حنا الكلاب ما كناكلوش لحم الكلاب قلت له ياه احنا الكلاب ما كناكلوش لحم الكلاب قلت لي علاش قال لي حيت محرموا علينا الدين ديالنا قلت لي اوه علاه حنا عندنا الدين حنا الكلاب قال لي قلت لي شنو هو قال لي دين الكلاب شكرا الفنان سعد النصيري انا